يقول السائل: المعلوم أن الغناء محرم، فكيف نتحرز من الغناء الذي في الأسواق أو المقاهي ونحوه، ولا بد لنا من دخول الأسواق أو المطاعم والمقاهي للضرورة؟ لا تقصد الاستماع، لا تقصده، وإذا لم تقصده فلا حرج عليك، مع النصيحة لصاحب المحل وصاحب المتجر، أنت لا تقصد الاستماع، وأيضا تنصح صاحب المحل، تعظه، تذكره بأن هذا حرام ولا يجوز، وأن تطلب الرزق وتريد جلب الزبائن، فلا تنفر الناس عنك بهذه المعصية، تقول له كذا.